العافيه والشفافيه. احنا عندنا الشفافيه. كاين سيدي حنا قاعدنا وحده ادوا معايا عمك سي درامي وسي الطبيسات خافياك وبالكلمات عمتك تاهي راه اتصلت بيا. كون هاني كون هاني يا ولدي كونوا هاني كاملين. نتوما راه دايرينكم بحال ولادنا، نتوما ولاد المواطنين، نتوما هما لا 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 الرجال ديال المستقبل. خصنا نوقفوا معكم، خصنا سمعت معكم المعطي المعطي هذه ما كتسكنش ليها المعطي. المهم الديمقراطيه والشفافيه باش تعاود لهم اولادك. الامتحان الثاني شفوي، خمسه الاسئله كل سؤال محسوب على 20 نقطة. إذا جاوبتي على ثلاثة أسئلة سأدير 60 نقطة، إذا نجح. هذا هو اللي مهم. لو سي سيدي دابا، لا لا اسمح لي. لا سمحت واحد. تفضل. واش كتابي ولا شفوي؟ لا شفوي شفوي. حيت حنا عندنا غير شفوي. 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 السؤال الأول ولدي، من فتح الأندلس؟ طارق بن زياد. حسن جدا، حسن نبيه نبيه بحال عمك. طارق بن زياد حسن جدا، إذا 20 نقطة حسن جدا. السؤال الثاني، كم يبلغ عدد سكان الصين الشعرية؟ مليار. حسن جدا، نبيه نبيه بحال عمتك. نبيه سبحان الله. هي وعيد ما خلف والو. ما اسم الشاعر الذي قال: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، لكن مثلي لا يداع له سر. من هذا الشاعر؟ أبو فراس الحمداني. حسن جدا، نجحتي تبارك الله عليك، تسلمي على عمك وعلى عمتك وعلى تبارك الله عليك، تبارك الله عليك يا ولدي، تبارك الله عليك. الديمقراطية والشفافية نوض اسمع نوض شكون اللي هذا مريض هذا مريض كنتوما هذا مريض هذا ولا كنا في حيط مريض مريض هذا مسكين مريض كيشرب الدواء راه ميكا ديال الدواء نتوما ولاد الفقراء ديما صحاح ما كتمرضوش ايوا هذا ما تصرالهم حتى شي حاجة هذوما الفقراء وقفوا ديال سميتك انت المعطي المعطي ما كانت انت ولدي نفس الاسئله اللي طرحنا عليها الاخر نطرحوا عليك حتى انت وقلنا له من فتح الاندلس انت غنقول لك سهله من فتح اول قرعه مناضه في المغرب من فتح اول قرعه مناضه في المغرب اخاف ما دابا اخاف ما اخاف اش شحال هذه كبيره انا ما عمري ما قريت هذا الشيء واش راه تيربوجون اخاف الله هذا الراجل ايوا السؤال واش انا كي غندير اقول عاود عاود السؤال نسمع من فتح اول قرعه المناضه في المغرب واش دابا غادي تسطيني ولا شنو الفتوحات هذه الفتوحات ولا الفتوحات روح ما خلى هادشي واش انا كريمينال والمقرر هو هذا كيف ودابا حضرتيني دابا لا ما حكرتش المقرر هو هذا شوفني سؤال اخر 20 نقطه مشات اودي الله واخا واخا ما كاين مشكل 20 نقطة مشات ليك حاول حاول فهاد الربعة اللي باقي الله ما عملناش رد كاع المناظرة صافي ما كاين السؤال الثاني قلنا الأخ كم يبلغ عدد سكان الصين؟ قال مليار أنت مليار كاع كاع مليار هو رجع شي بركة ملي قال مليار أنت حتى السؤال سهل هو قال مليار ديال البشر حتى تعطينا غير الأدريسة ديالو وسميتو صافي ما سميتهم ولا درت ديالو ما بغيتيش نمرة تاع البورطابل ديالك لا لا الديسيات كاليف كاليف اللي عندهم في 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 لا لا في شينوا لا لا فخاف الله هذا الراجل خاف ما انا نجاوب ليك خاف الله تا حتى هذا السؤال ولا شتا واش انا مقدم انا في الصين راه غادي نجيب لك سميتهم راه مليار كي غندير لهم وهادشي ولدي خاف الله انا مزوق فيك انا عاد ما كتشوفش هاد الضعف هذا انا مزوق فيك انت ما طلعت 10000 ريال ديال انت سمح الحدود ديالكم انا عايش لك على السيكوريتي راه امتحان هذا شوف لي سؤال حاول حاول في هاد الثلاثة اللي باقيين حاول يا ولدي انا مزوق فيك شوف لي شوف لي قلنا الاخ ما اسم الشاعر الذي قال الشاعر مازال مزيان مازال مزيان عندك انا الاجازه في الحقوق عندك مع الادب انت ما اسم الشاعر الذي قال نصوح العشمه ونعطي الراجل قتله الشاعر
المغربي الاصل من الصبوح العتله ونعطي الراجل قتله. واش راه عباد الله نستاذي؟ ترى مين غنجيب لك انا الشاعر هذا؟ ولا ما قريناش انت خاف الله عرفت خطوة عليك خاف الله. شوف وما تنطيح عليك انا بالله. إلا ما أنا خاصني حتى شي حاجة، عايني من باغي تعيط غير من غير من خاف الله واش أنا في البوش ولا القراعي واش عاد تصير مني غنجيبو من شي كارسون راه ستين عليا شتي راه بعدا كنت كارسون والله لا سربيتك بالله خاف الله تا الشفافية ياك والديمقراطية عاد تصير